أكد معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري أن تمديد معرض سيتيسكيب البحرين العقاري والذي يقام برعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير ليوم إضافي جاء بسبب الإقبال الكبير الذي يشهده المعرض منذ افتتاحه في 22 من نوفمبر الجاري. وقال الشيخ سلمان بن عبد الله إن المعرض يحتضن تحت سقف واحد أكثر من 60 شركة من أبرز شركات التطوير العقاري المحلية والعالمية لتستعرض أفضل المشاريع العقارية المحلية والإقليمية والعالمية والتي تحتوي على نحو 10,000 عقار لجمهور من المستثمرين والعملاء والمشتركين، منوها بأن معرض سيتيسكيب العقاري يعد أكثر الأحداث العقارية تأثيرا في المنطقة. ويشار إلى أن معرض سيتيسكيب البحرين العقاري يقام بتنظيم من شركة انفورما ماركتس العالمية، ومن شأنه أن يعزز مكانة مملكة البحرين على خريطة الفعاليات العقارية العالمية، ويشتمل على مشاريع عقارية بقيمة 893 دينار بحريني مليون دينار بحريني. وتم خلالها إطلاق 7 مشاريع عقارية كبرى ستعزز من مستوى تنافسية القطاع العقاري بالمملكة.